ماشية إذا هذه الصورة مقسومة بين المدرجات. إذا الإيجل تعتبر أن الرجاء ترعب وترهب الجميع. لا يمكن تصور هذا الإرهاب بالنسبة أو هذه الصورة لرجاء ولا يوجد لها شفاء. هذا هو العنوان والرسالة من الإيجل من جمهور الرجاء الذي يؤتت هذا الفضاء اليوم ويبدع بصور جميلة في غياب صاحب الديربي الآخر الأحمر الوينرز عن مدرجات الوداد. إذا الديربي بين الوداد والرجاء وجمهور الرجاء وغياب وحضور جماهير قليلة فقط من جماهير الوداد، لكن جمهور الوداد بدوره يبقى جمهور عريض وعريض ويحضر كذلك من أجل المتابعة خلف الشاشة. نفس الشيء للجماهير المتبقية للرجاء. كل كلمة محسوبة أكيد. هذا واقع الحال منذ أن أصبحنا نتابع هذا الديربي. كل كلمة محسوبة أقولها وكل بكل صراحة وكل جملة تكون هنا تقابل الجملة هنا. لتشكيلة وقود الفريق الإطار الوطني السيد مصطفى الشهيد الملقب بالشريف. بالنسبة لتشكيلة الرجاء خالد العسكري في حراسة المرمى، بغي الأسماء زكريا الهاشمي، محمد الحاج، إدريس كوليبالي، ديفيو مابيدي، جي جي كوكو، محسن متولي، محسن ياجور، ياسين الصالحي، عصام الراقي، وعادل كاروشي. الاحتياط إبراهيم السعري يدخل كحارس احتياطي، بدر بانون، رشيد السليماني، أمين الأقمري، إسماعيل كوشام، أبنيل الحفيظي، وحمزة برسوق. المدرب هو الإطار التونسي فوزي المنزرتي.